جمال المناظر الخلابة بولاية شلف جعلها قطبا سياحيا يستقطب عددا كبيرا من السياح من داخل الوطن وخارجه. شريطها الساحلي الممتد على مساحة تفوق 120 كيلومتر حفز المستثمرين وشجعهم على الاستثمار في المنطقة. جئت من بولونيا كي استثمر في الجزائر، وفي الوقت ذاته أنا هنا لأستمتع بجمال المناظر بولاية شلف، وأعتقد أن هناك مناطق تستحق الاستثمار نظرا لمؤهلاتها السياحية. ومن جانبي سأروج للسياحة الجزائرية في بولونيا. قطاع السياحة بولاية شلف سيتدعم قريبا بسبع مناطق سياحية جديدة على طول الشريط الساحلي، تضاف إلى ثلاث مناطق أخرى تمت تهيئتها، مشاريع من شأنها استدراك النقص الذي تعرفه المنطقة في الهياكل السياحية والمرافق الخاصة باستقبال الزوار والمستثمرين. قمنا بتهيئة 26 شاطئا صالحا للسباحة والتي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المصطفين، مع العلم أن هذه الشواطئ لوحدها شهدت السنة الماضية قدوم 5 ملايين مصطف. وفيما يتعلق بالهياكل الفندقية فإننا نعد 15 فندقا بقدرة استيعاب 1300 سرير، بالإضافة إلى 20 مشروعا جديدا في طور الإنجاز على مستوى ولاية شلف. مشاريع ذات طابع حموي تنجز وفق معايير دولية في العديد من المناطق، بالإضافة إلى قيمتها الاقتصادية فإن هذه الإنجازات تسهم بشكل كبير في توفير مناصب شغل، ناهيك عن القيمة الجمالية التي تضفي بهاء على الشريط الساحلي.